بعدين بقى كابتن احكي لنا شي قصه حلوه يعني مسلسقه فيها كذا مذا ولا نحن ختيرنا؟ على سلامتكم يا اخي نزيل، انا اللي ختيرك. لا باطل كابتن باطل، والله عز الشباب، بس يعني انت مخلي الشغلات الدسمه للاخير او ما بدك تكشف اسرارها. اول شيء ما في اسرار انا بخبيها عنكم، وثاني شيء فعلا مثل ما تفضلت يا فهد، لما واحد بده يحكي حكايه لازم يكون في مناسبه، وبهالمناسبه رح احكي لكم حكايه صارت معي من شي سنتين ثلاثه. يوميتا رست باخرتي فينيسيا، وكان بدها وقت لتحمل وتتابع رحلتها. قلت لحالي خليني زور بهالوقت روما اللي فيها آثار عظيمه، واللي اذا ما زار البحاره والسواح بيكون راح عليهم كثير. يلا كابتن على روما لتشوف آثارها وتحكي لأصدقائك عنها بعدين. قدام الآثار القديمة شعرت بعظمة الإنسان وقدرته على صنع المعجزات. كنت مدهوش فعلا بهالأثر الإنساني العظيم وبالأيادي اللي عملته بهالضخامة والارتفاع والدقة. كانوا الناس بإيطاليا عم يتبادلوا الكلمات بكسل، كأنهم عم يعيشوا ذكريات صعبة. بهديك اللحظة تذكرت بحار يوناني كان يشتغل معي على السفينة، كان يقول لي يا عبد الله أوروبا بدها زمن طويل لترجع مثل ما كانت، لأنه الحرب أنهكتها واستنزفت قواها. كان يقول لي إنه الناس هون لازم تكون حزينة، لأنه في آلاف الجثث المحروقة والمقتولة مدفونة تحت الرماد، وهي المناظر المؤذية الذاكرة بتختزنها لزمن طويل. مشان هيك يمكن الإنسان المعاصر بيحاول يكفر عن كل الحروب بهالحضارة المزيفة هي. قال لي قال لي يا بربور، العالم قائم على سخافات، مثل ما في ناس بتبني حضارة وبتبني مطارات ومدن، كمان في ناس من أولاد هي الحضارة نفسها بيهدموها. في ناس آخدين على عاتقهم مو بس تهديم الحضارة، آخدين على عاتقهم قتل الناس وإشعال الحروب، وبعد ما يشعلوا الحروب بيطفوها وبيروحوا بيزرفوا الدموع على المقابر والمشافي. على مين؟ على ضحاياهم. إجا الوقت يا شباب إنه الناس تعرف تفرق إمتى ممكن يكون الإنسان أسطورة وإمتى ممكن يكون إنسان غبي. كنت حب المشي بالشوارع بدون قيود، واني اتنفس بحرية، واني راقب الناس واني عم يجوبوا الشوارع بهدف احيانا واحيانا بلا هدف، بس ليلتقوا بلحظة سعادة او ليتحرروا شوي من همومهم اليومية والخوف من المجهول. وقدام الضجيج والزحمة بتشعر انه مدينة بكاملة عم تتحول لغابة استوائية مليانة عصافير ملونة وحوش. لما بتطلع على الخارطة من بعيد ما رح تشوف لأول وهلي حضارات وعمارات وحروب، لا رح تشوف الزمن عم يمر لحظة بعد لحظة ويوم بعد يوم. بإمكانك تحس بأنه الحياة المعاصرة عم تزداد كآبة ووحشة، والشمس مفقودة والليل لا له أول ولا له نهاية. الشوارع والساحات عم تغص بالناس، لكن لغة الكلام معطلة، كل واحد عم يمشي بدرب موحش بيواجه فيه خطر الحرب والجوع والبطالة. حياة ضايعة على كل حال. هداك النهار وأنا عم تابع تجوالي بروما صهر لي جزء عتيق من حي قديم، هيك لونه أبيض على رمادي كأنه مو حقيقي، يمكن يكون أقدم حي بالمدينة، كان بيطل عليها كلها بشوارعها وبناياتها وزحمتها. من هنيك بدت روما مدينة صغيرة وحزينة، كأنها عايشة آثار الحريق اللي دمرها قبل مئات السنين، بس مع ذلك كانت مدينة ساحرة وسعيدة بأهلا اللي قدروا يعمروها من أول وجديد ويحافظوا عليها أكثر من عيونهم. Thank you.
Che fai qui? Sto conoscendo Roma. Mi dà qualche soldo e ti faccio conoscere tutta Roma. No, grazie. Voglio conoscerla da solo. Ma non mi hai capito. Che cosa ho detto? Visto che siamo da soli, perché non facciamo una passeggiata? Il piacere è mio, signora. Io, signora? Questa volta ti perdono. Ho forse sbagliato? Una come me non puoi chiamarmi signora. Tu sei diverso e io accetto il tuo invito a pranzo. Con piacere, signora. Mi chiamo Giulietta. Mi chiamo Abdallah. Ho fame, possiamo andare a mangiare? Prego. Una serata stupenda. Vuoi ballare con me? Mi dispiace. Non so ballare. Nella tua vita non hai mai ballato? Ballo a modo mio. Ora ti faccio vedere il modo mio di ballare. Non puoi cambiarmi in poche ore. Tu sei una persona molto orgogliosa. Comunque, ballerai con me. كانت مثل غيرة من الناس بهالمكان، عم تبحث عن مخرج صغير لهالعالم الغريب لحتى تقضي ساعة من الوقت وترجع لبيتها تنام من التعب. الإنسان الغريب بهيك أجواء بيشعر للحظة أنه كل شيء فيه تغير، وبصير بيحتاج لكل قوته ليتوازن ويصير جزء من العالم اللي حواليه. مناظر غوغائية، روائح كحول وتبغ وعطور سيئة، وناس عم تعبر عن حزن الدفين وعن ضياعها بالألحان والموسيقى الصاخبة، وواحد فضولي مثلي بيناتهم معلقة الغربة بتمه لا عم تطلع ولا عم تمر. هيك إنسان ما بيبقى قدامه إلا التوهمات والأفكار. ترافقت أنا وياها ساعات طويلة بالليل وبالنهار، صارت أقرب لروحي وصرت أهتم فيها وأنظر لها بشكل أدق، لأنه أنا عندي قناعة أنه النساء بكل أنحاء الأرض هن المرايا اللي بتعكس هموم المجتمع ومشاكله. رغم كل فرحها الظاهري كانت حزينة من جوا وصايعة بنفس الوقت. ما بيهم الناس فرحوا أو حزنوا، عاشوا أو ماتوا، لأنه الحياة بالنسبة إلها صارت بدون معنى وخالية من كل شيء. كل همها كان أنه تعيش يومها بنشاط وحيوية وجمال، لأنه كان عندها قناعة أنه الإنسان بيعيش مرة واحدة بس.
Per questo mondo non è fatto di cose belle e felici solo. E per questo dobbiamo conservare le cose belle della terra. Stai ballando molto bene. Ho voglia di gridare per dire una sola cosa, che io voglio vivere e non voglio altra cosa. وأنا كبحار إني أقدر أعيش بدون مغامرة أو إثارة فهذا مستحيل. إنساني غير متوقعة بدأت تتشكل قدام عيوني عالم جديد غامض عم يضغط علي بقوة. معناها لازم أبني سور لروحي لحتى أحميها من الدوابات. ما عم بقدر أتذكر كل الأماكن اللي زرناها ولا كل الكلام اللي حكيناه. بس مستحيل أنسى بحياتي لما قالت لي كنت أتمنى يا عبد الله إنه الحقيقة تحكم العالم. بس شوف وتطلع كيف العالم سقط بالانحطاط. Il mondo si riflette nell'angolo di questa strada. Basta che ci cammini per vedere quanto il mondo è distruggere le persone. Non voglio che tu pensi mentre che tu stai con me. Tradurre la vita in pensiero è una cosa molto dolorosa. In questa notte voglio che mi riempi di gioia e di voglia di vivere. E solo con te riesco a sentirmi un essere umano. لما كنت احكي لها عنكم كانت تعيش لحظه نادره وهي عم تسمع قصص عن ناس بعاد عن كآبة العالم ووحشيته. يمكن ما كانت تصدق كل الحكايه لانه كانت تشك انه لسه في صنف من البشر بيمتلك هالنبل وهالبهاء. Vediamo domani? Certo, alla stessa ora. فجأة لمحت بعيونها كآبة خفية. باليوم التالي وهو الأخير انتصلت بنفس المكان اللي تعودنا انه نلتقى فيه. تأخرت. شغلني تأخيرها شوي. بس بنفس الوقت ارتحت شوي من جوا وقلت لحالي هيك أريح لي بلا ما الفراق يحملني أعباء تاني ويمكن هي تأخرت لنفس السبب. تركت المكان وانعطفت بالشارع الغربي اللي بوصلني للفندق اللي عم نام فيه. شفتها ملقعة على الدرج حواليها مساحة كبيرة من البياض درجات فاضية وشابة رقيقة جميلة مرمية عليه. فهمت بعدين لما سألت انه عصابة من عصابات الليل قتلتها وسرقت مالها. هي قبل بكم يوم كانت بحاجة لشوية مصاري بس لحتى تاكل. من يوم ما سألت حالي يا ترى حياة شابة رقيقة وجميلة مثلها ما بتساوي أكثر من هالكم لير اللي كانوا معها. لحقتني كلماتها مثل شبكة صيد انفردت فوقي. وين ما حطيت رجلي يحس بإني رح وقع بالفخ. كل الأرض مغطاية بهالشبكة. وبكل مكان رح يوقع الإنسان بفخ اليوم أو بكرة. شعرت بإنه مدينة مو قدرانة تتحمل فتاة جميلة تمشي بشوارعها بمرح وسعادة هي مدينة ما بتصلح للعيش. كنت على يقين إنه روما وغيرها من المدن الغربية رايحة لجحيم لاهب. رايحة للدمار والخراب برجليها
أو أنه في واحد خفي عم يدفع بهالاتجاه. البحار اليوناني قال لي هدول اللي عم ينظموا الحياة المعاصرة يا عبد الله وعم يقودوا العالم ما رح يكونوا بيوم من الأيام مصدر السعادة للشعوب، ولو كانت الحروب باختيارنا ما كانت قامت حرب وحدة. تذكرت كلامه ووصلت لقناعة أنه حتى لو انتهت الحروب اللي صار فيها قصف مدافع وطائرات، هيك مدن بتضل عايشة حالة حرب دائمة، بقصف مدافع أو بدونها. حملت ذكراها مثل غيمة سودا، بس هلا صار فيني ارتاح لاني وفيت بوعدي وحولت ذكراها بيناتكم لزهرة. عدم المؤاخذة كابتن، طلبنا منك قصة بتسلي، حكيت لنا قصة بتحزن. متخلف. ايه نعم متخلف، ورح ضل طول عمرك هيك. ايش والكابتن فاتح إذاعة ما يطلبه المستمعون؟ ولا بده يحكي لنا اللي صار معه مرفي؟ بعدين يا متخلف، القصة اللي حكاها ما بتحزن وبس، لازم تخلينا نفكر. لو صارت معي أو معك كنا حكيناها بشكل عادي، كانت طلعت قصة بايخة، بس الكابتن لما حكاها أضاف إلى معنى فلسفي وروحاني فوق مستواها، ليخلي كل واحد منا يكتشفه لحاله. يعني هاي دعوة للتفكير يا متخلف. طبعا مع الوقت إلا ما نفهم مغزى الحكاية. هزي أرضية وبس؟
هزة أرضية وضعيفة كمان. ما بقبل، ما رح أقبل بحب يبدأ بهيك هزة. أنا ليلى الآغا، ولا بده يضل قدر يظالمني هيك. دائما كنت عم فكر بشي أهم، بشي أرقى، بشي يتسجل بالتاريخ. ويخاب أملي، ليش عم يظلمني قدري هيك ما بعرف. وهلأ شو بدك تعملي يا ليلى؟ بدك تقبلي بالأمر الواقع طبعا. المهم البداية السعيدة قربت، وما بقى مطول الفارس المدرع ليدق لك على الشباك. يلا يا ليلى، لازم تنفذي اللي عليك بالحال، لازم تتحضري لاستقباله، يعني تحسني هالخلقة شوي، يعني تزوقيها بشوية فنون. من أول نظرة لازم يوعى المحال، ومن أول ابتسامة رح يحط الرسم برقبته وينادي لك ليلى تعي جريني. نورا أنا خلصت. كم دور عملتي؟ 16 بكفي؟ بكفي، مهما تكوني خليتي وراكي شي بدون طخها؟ طخيت كل شي، حتى الطناجر وجرابها طخيتها. يسلموا عمتي، وهلا بقى نطخ حالنا. غمض عيونك؟ سكري تمك؟ هذا ديدي تايه بموت، ديري بالك. شو بكون عم تزوروني؟ شو يعني متوقعين اطبخ لكم مثل النسوان؟ ما بعرف بطبخ انا. كابتن كابتن شو في؟ لحق الابيض. شو بو؟ الان هو البلدية والشرطة يمكن يتضاربوا. مشان شو؟ بدي نهد بيته وهو رافض وعم يقاومه. يلا شباب. ليك ما بدنا مشاكل، نحن عم ننفذ تعليمات رئيس البلدية بالهاتف. انت الوحيد اللي خليتنا نضطر نطلع الثلاث امر بالهاتف، تفضل اقرا. تعال عند رئيس البلدية وقل له اعمل منه فتة، وإذا رجعكم بأمر رابع رح أقول له وين يحطه. يبدو أن التفاهم معك صعب، وكلام الوسخ ما راح يفيدك. طالما ان الاوامر الرسميه عم تقضي بالهد، بدنا نهد، يعني بدنا نهد بالقوه. ابن كلب اللي بيقدم خطوه لقدام، وساعتها يقاتل يا مقتول. ابيض بعد بالطري احسن لك. انا حذرتكم قلت لكم ارجعوا ارجعوا، هالبيت ما بينهد وانا على قيد الحياه، انا حاطط دمي على كفي. بلا ابيض، نحن معنا شرطه ومعنا سلاح. تضرب انت واللي معك. بدكم تهدوا بيتي؟ بيتي ينهد؟ بيتي ما بينهد الا اذا راح قدامه بحر دم. لك ابيض، نحن حكومه. طز بهيك حكومه بدها تهد بيتي وترميني بالشارع. لك ايش جن هذا؟ نحن شو بدنا بهالشغله كلها؟ ما رح يبقى شغلي إذا ما قتلت واحد منكم. وينكم؟ بدكم ترجعوا معكم رئيس البلدية. اليوم ما راح أزيد، بس بكرة راح يروحوا ثلاثة أربعة. فهمانين؟ دعوا بكرة، لا تأخروا علي. عم بستناكم، عم بستناكم. Thank you.
هلا كابتن؟ نرجع على الساحة ونكمل أكل. شبك سليم؟ شو اللي عامل فيك هيك؟ ما في شيء وقعد. وقعد؟ وين؟ هون بالطاحون. قميص اللي بحبه وينه؟ انشق بس عم خيط واحد غيره. ايه من الاول كان لازم تعمل واحد تاني. انت ما بتعرف انه انا ما بحب شوفك الا فيه؟ خلص رح اعمل واحد بيشبهه تمام. انسى ليلى؟ شوفي سليم احكي شبك ليش سكتت؟ جاء على بالي ضيف للقميص لون جديد. بحبه بس يعني اذا انت بدك. انت اي لون بدك؟ هذا اللون. ماشي استناني شوي. تعوا يا محسنين يسروا نرجين كشاتبين دبابيس ابر خياطه كزبره مطحونه الى من لمين لرب العالمين عنا سكاكين عنا فناجين يسر. نعيمة انت عم توقفيني بس اوقات كتير وعم تطولي الوقفة وهون ما في حدا. لك شو في؟ والله ما في شي يا بي، الصندل عم يفت من رجلي عم زبطه. ها عجلي عجلي شوية بدنا نلحق الساحة لسه ما استفتحنا. يسروا نرجين خود سليم، بظن انه هاي بتكفي، بس شوف تقسمها نصين، بتحط نص على اليمين ونص على اليسار، وهيك بشوف عليك من الجهتين. هلا رح اروح على الخياط. لا لا تروح هلا، بعدين بتروح. هلا بدك تحكي لي فيلم اليوم، ولا اقول لك؟ اليوم بدك تحكي لي 10 افلام دفعة واحدة. نحن في شهر العسل. خذ حاجتك على حساب المحل نزير. معلم محمود شايفك رايح جاي، شو عم تتطلع؟ ما في شيء ما في شيء. بعدين ملاحظ اليوم حكيك قليل. احيانا الواحد ما بحب يحكي، بحب يطلع بهالدنيا ويشوف شو فيها. قصدك الهزه الارضيه؟ لا قصدي اللي عملوها. يعني انت مآمن انه الجن عملها؟ لك عنو جن هاد؟ ان شاء الله صدقت لي الرئيس حسن، هذا واحد مخرف. انا قصدي اللي عملوها. هلو محمود. اهلين اهلين معلم نزير، يا اهلين وسهلين. بونجور مسيو محمود. بونجورين ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا نسيكم شي بارد. لا لا معلش، بعدين بعدين بدي اخذ الليدي زهر البام مشوار ورجيها على المواقع الاثرية حتى تعرف انه نحن لنا عراقة بالتاريخ، حتى نحن اقدم من التاريخ، صح ولا لا؟ صح معلم نزير. باي محمود. الله معك. خلي البارد لبعدين. على راسي بتأمر. لو كانت معي كنت مفتلة العالم كله، مفطرة بالهند وبغديها بالسند
وبعشيها بأمريكا. الله يوفقك يا محمود. شبك شو صار لك؟ ابني راحت نسيت لي اياها. ورجيني اشوف. بسيطة. شبك؟ خذ اخي. ما مشكلة. روح لعند الدكتور زكريا بلزع لك اياها. ترجع مثل ما كانت؟ لك لكان بس اكيد روح. نعم. إذا استمريت على الحالة هي راح عبي الدرج أدنين مقطوعة. كذا الإذاعيون لو صدقوا قال هزة أرضية قال فين يضحكوا على الناس البسطاء السطحيين، أما على العالم الروحاني أبو صلاح ما فيهم يضحكوا. وهي الكائنات الموجودة بالكتب حقيقة وممكن تنتقل من عالم الأفكار لعالم الحقيقة. ليش؟ لأنه ما بتحب تضل نكرة. ما بتتذكر يا أم صلاح من 50 سنة وبنفس هالبيت هاد شو قلت لك؟ قلت لك لسه على الأصوات بدها تنتقل عبر الجماد ولمسافات بعيدة، وإنه لسه على البيوت بده ينيروها بأناديل سحرية لا لريحة ولا لدخان. وقلت لك كمان إنه المعادن بدها تدب على الأرض بدون بغال وبدون دواب. مزبوط. وما قلت لك كمان إنه بده يجي وقت ينخلع السلطان ويعنوا النفير العام وتنشب الحرب وتنغلب تركيا وتطلع من بلادنا؟ ويجوا ناس غيرهم غرب لا من ديننا ولا من لغتنا ويستعمرونا. وهي التنبؤات كلها صارت واحدة ولا واحدة. مزبوط ولا لا؟ معك حق. هلأ أبو صلاح ما عاد ينفع؟ طبعا، لأنه كل ما مر الزمان عقول الناس عم تخرب، عم تصير سطحية وهامشية. يعني وأسفة انتهى عصر الإلهام. أم صلاح، نورة، أنتوا ما بتستمعوا للإذاعة بنوب. من هلا ورايح بتتابعوا نشاطاتكم لطرد الجان السفلي. وبده يجي وقت يندم كل مين صوت ضدي من رجال الحارة بهالموضوع هاد. الأكترية الديمقراطية، لو كنا طلعوا لنا بهالمسخرة هي بآخر الزمان. أصلا هني لو فكروا شوي بس كانوا اكتشفوا حتى الديمقراطية من اختراع الشيطان. عزيزي، لقد شعرت بالخوف الشديد. أحسست بالكون يهتز ويضطرب وكأنه يخفق بعصا غليظة داخل دست. فكرت في أن أقف في النافذة وأصرخ إليك طالبة النجدة، ولم أكن أشك أبدا في أنك كنت ستتردد في إنقاذي، وفي أنك كنت سترمي بنفسك من النافذة على الطريقة الطرزانية مسافة مستحيلة الاجتياز. كنت سأتمسك بك وستحيطني بذراعيك وسنحلق معا ونطير في غابات الأمازون على حبال ممدودة من السماء وسنصرخ لشتة آو آو آو. جبت لك اياها. هات لشو؟ ما لقيت غير صورة هند رستم نبعث له اياها. لك هند رستم ولا صير رستم، انت شو فارقه معك؟ خلي الرجال ينبسط له يومين. ايه بس هاي الصوره ما رح تبسطه، هاي الصوره رح تطير له ضبانات عقله. لا كراس، معقول؟ بعرفك اذكى من هيك. ليش هو عنده عقل لحتى يطير؟ انا اللي عقلي رح يطير، انا صاير يا رجل كل نص ساعه كل ربع ساعه بده رساله، إيه رح يفلجني، عم فكر انزل املص له رقبته واخلص من هالشغله كلها. غشي؟ ملاك، ملاك سماوي. لك هيك جمال نادر ما بيخلقه الله الا مره واحده كل ثلاث اجيال. لك شو هالجمال؟ لك دخيل الله. لك شو كاتبين اليوم؟ لا هاي ما بتنقرا على مستوى الارض، لازم تنقرا على اعلى المستويات، لازم تنقرا فوق برج ايفل، لازم تنقرا فوق الطاوله، لا فوق الكرسي. المرارة تعصف في قلبي وحزني لا يوصف.
تلقيت رسالتك التي تصفينني فيها بالرجل العجوز، وقرأتها. عندما قرأتها أحسست بأن شيئا في أعماقي يموت كل لحظة. نادية، ما كنت أعلم أنك تتصورين بأنني هرمت إلى هذا الحد. أرجوك أن تكتبي أنني ما زلت شابا وقد أحببت بصدق. لقد كان اعترافا صادقا حين كتبت لك أنني بفضلك أصبحت شابا، ولكن إذا لم تتوفر لديك القناعة بذلك فاعلمي أن البحر مالح لأنه اختلط بدموعي. هذا من واخذ الدكتور بهالسؤال. أنا شفتك شبكتها بس ما شفتك رقعتها. ما بتدرق على تمسك منيح؟ ليش هي صار ماي لحتى رقعها؟ بعدين بشو بدي رقعها؟ بدان حمار؟ تعرف دكتور لو ما ظبطت شو كنت بدي أعمل؟ بعرف، كنت بدك تقطع الإذن الثانية مشان ما تفقد توازنك بالمشي. لا، كنت بدي أروح عند الحلاق محمود وأقصله إذنين اثنين من شروشهم. لا ما والله هي فكرة، شلون ما خطرت على بالي؟ في أحلى من هيك؟ حلاق ومراء بلا أذنين. بعدين الإذن المقطوعة يا حمار ما برجع على مطرحها غير اللي خلقها. يعني أنا هلا بدي ضل بإذن مقطوعة؟ معلوم، شو بدك تساوي؟ والشقفة اللي جبتها معك خذها حنطها أو طعميها للكلاب بيكون أحسن. لوين؟ بدي أروح عند محمود، العين بالعين والسن بالسن والإذن بالإذن. هذا هو العدل، بس خذ معك منشار بيكون أريح. وينه محمود؟ وينك محمود؟ تعال برا وراه! شبك يا أخ، شبك قلي! أصل لي إذني! شفتني ما رح تروح إذن! يعني أي إذن منه؟ شو ما تفرق وحدة منه؟ طول ما لحظة شوي، طيب ما سوي لك يا دكتور زكريا؟ لا، قال ما بيرجع إلا رب العالمين! روّق شوي فهمني هلا شو بدك؟ بدي أصل له إذن ومش هصير إذن بإذن! روح ولا شربوح! روح! روح! ما حدا بيقدر يوصل لي عداني! إذن يخرب! أنت يا أخونا محمود ما كسرت لك شوي بقى يعني فوق حق أو دقة بس يا جماعة بس شو هاد التبيان تركوا بعد عنه العمى لك ما تسنعوا على حالكم ولاد حارة واحدة وعم تتقاتلوا وعلى شو عم تتقاتلوا أكيد على شي تافه مثلكم لك شو بدك تقول عنكم الليدي زهر البان هلا ولا ما بتهمكم سمعة البلد الخارجية بدكم العالم ما يحترمنا أصل لي ابني معلم نزيه بالقصد ولا بالغلط؟ بالغلط طيب بالغلط بدك تعمل منه قضية؟ محمود بوس راسه واعتذر محمود شو قلنا؟ تعال هون تأمر تأمر معلم نزيه تغطي له أذنه بالشعر ماشي يلا كل واحد يروح على شغله تفضل يلا أبو مرعي على شغلك حاضر شايف يا حبيبتي؟ لو ما اجيت بالوقت المناسب كان راح تلت قتلها يا نزير بغيابك الاخير لكان قديش راح قتلها لا 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 ما راح حدا انا سالت بس في كم جريح بعدين انا موصي الكابتن على الحاره كلها انت بتعرفي حبيبتي انا كلمتي بتجي بالمقام الاول بالبلد وبعدين كلمه الكابتن يلا حبيبتي النوارس عم يستنونا يلا بدك تقعد ولا بدك تضل واقف؟ بدي ضل واقف. بعرف انك مو جاي لعندي بزيارة. في براسك كم سؤال وبدك لهم جواب مني. حصلت يا ابيض. حصلت. مشان ريحك. انا فعلا كنت مستعد موت بس ما ينهدم هالبيت. حتما فكرت انه ما في حدا بيتصرف تصرفي الا اذا كان مجنون. أو واحد قرر الانتحار يمكن بعد ما شفت البيت تستغرب وتتساءل إذا كان كله على بعضه البعض واللي فيه بيستاهل الشيء اللي عملته من شانه ولا لا من وجهة نظري أنا بشوف إنه بيستاهل بيت عشت تحت سقفه وبين حيطانه
سنوات طويلة، كل طوبة فيه وكل حجر وكل خشبة بعرفها ولامسها بإيدي، مجمع صغير لطفولتي وأفكاري الهوجة وعواطفي بسنوات شبابي الحلوة. ذكرياتي منقوشة فيه، وبهيك عمر متأخر ما بيبقى لي غير الذكريات. بالبلد في غرف كتيرة للبيع، وممكن بتعويض البلدية اشتري غرفة واسعة مشمسة شبابيكها واسعة، لكن أي غرفة أي بيت تاني ما رح يعوضني عنه، رح انحرم من الذكريات اللي عشتها فيه. بهالبيت لما بتنفس، لما بشم ريحة الياسمين، لما بتنصت لأسمع الأصوات القديمة المعششة بزواياه وشقوقه، بتذكر صوت أمي، صوت الجيران، بتذكر صوت بتذكر أصوات اللي راحوا وبقيت كلماتهم معلقة بالهوى. من هذاك الزمان قررت ما أموت إلا فيه. ليش لحتى يستعجلوا ويهدوه؟ كانوا يستنوني لحتى أموت وبعدين يهدوه. بظن كابتن إنه كلامي هاد في الأجوبة على كل أسئلتك. أبيض، شو اسمه؟ اسم مين؟ اسم صاحبة الصوت اللي غمغمته. شوف أبيض، قد ما تكون الأشياء القديمة غالية علينا، بس لا يمكن تتملكنا لهالدرجة إلا إذا كان الحب موجود. من الأول كان لازم أعمل حسابي إني عم أحكي مع الكابتن. شو اسمها؟ كان اسمها مريم، والقصة بدت وانتهت بزمانها، وهلأ صارت قديمة لأنه اللي بقي منها ما قدر الزمن يأثر فيه، لأنه هالقصة كان إلها طعم الحرمان. بوقتها كنت راجع من السفر برلي، فراري من حرب الترعة. أمي الأرملة ما عرفتني من صوتي من ورا الباب، عرفتني من العلامات اللي ذكرت لها إياها واللي ما حدا بيعرفها غيري وغيرها. اللي رجعوا كان عددهم قليل، كان صعب يرجعوا لوضعهم بسهولة. قد ما شافوا أهوال ما كان ناقصنا إلا نعوي مثل الحيوانات بالغابة. فكرت أمي تزوجني بسرعة لحتى ترجعني بني آدم من جديد، وأول بنت خطرت بذهنها بنت عمي مريم. كنت دائما أشوفها عم تسقي الزريعة، عم تغسل الثياب، عم تشرب الغسيل، وكانت عيوني ترتاح لمنظرها أكثر من أي منظر تاني بالدنيا. فرحت وفرحت مريم، وتمت الخطبة بيوم خميس ما رح أنساه أبدا. يومها انصابوا ثلاثة بالكوليرا، حرقوا جثثهم بالبرميل.